ميزة التعرف على الوجه في الهواتف الذكية، محركات البحث، وسائل التواصل الاجتماعي، أنظمة القيادة الذاتية، هي كلها وجوه للذكاء الاصطناعي. اليوم نجد آثاره في كل ما يحيط بنا. الذكاء الاصطناعي ما هو؟ هو أن نضع في الآلة قدرات التفكير تاع الإنسان، قدرات تاع حل المشاكل، تاع التفكير، تاع التعلم، هادو كامل نديروهم في الآلة. صافي الآلة مع اللي تخدم يعني بسرعة، تخدم كيما الإنسان أسرع منه، ويعني بطريقة جيدة. الذكاء الاصطناعي يوفر السرعة والإتقان في آن واحد، وهو فرصة يمكن استغلالها لتدارك التأخر في جميع المجالات. Chez nous en Algérie, on n'est pas vraiment en retard, mais c'est beaucoup plus la rigueur qui manque. Donc il y a un peu ça, mais on peut rattraper. Et il faut beaucoup plus créer des centres de formation, recherche, pour essayer beaucoup plus de travailler la ressource humaine en IA. Voilà, ça c'est ce qu'il faudrait faire dans le. C'est urgent. الذكاء الاصطناعي يشهد تطورات أحدثت ثورة في مجال التكنولوجيا، لكن التساؤل الأكبر يكمن في مدى درجة التحكم في الآثار التي ستنتج عنه مستقبلاً.